السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير. هذا الفيديو هذا ضرني بصراحة، ضرني بزاف، ضرني في خاطري، ضرني في قلبي، ضرني في يعني عيب اننا في 2020 في اوروبا، في بلاد ديال الديمقراطيات كما تقولوا، اوروبا بلاد الديمقراطية، بلاد الحريات، بلاد يعني ان نشوفوا حويج بهذا الشكل. هذا انسان يعني الدم ديالو تيسيل تيتفرشخ على قبل انه بغى وثيقه، يعني مشى يطلب شي وثيقه. الاسباب كيفاش وقع في هذيك القنصليه ديال مرسيا باسبانيا غادي تشوفوا الفيديو دابا اخوتي، يعني الله اعلم كيفاش وقع، ولكن اللي هو ثابت وبين وواضح بان السيد راه هو كلا العصا، وفي الاخير يعني شي واحد يقول لي يلا دخل صافي هذيك الورقه ديالك راه وجدنا عليك راه كاين الداخل، يعني عيب 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 عيب. يعني انسان حتى لا انسان داك مواطن مثلا ما كانش مؤدب ولا كذا، راه كاين الحارس، كاين يعني كاين بزاف ديال الوسائل الانسان يقدر يخرجوه، يعني كاين وسائل ديال الردع، يعني بلا عصاب بلا ضرب بلا حتى شي حاجه. يعني راه حنا في اوروبا تنشوفوا هذه المسائل هذه، يعني بصراحه يعني حشومه عيب 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 بزاف هذه المسائل. يعني تبقى للصراحه وللتذكير بعد انا بحال هذه المسائل هذه، مثلا انا تمشي بزاف تمشي للقنصليه ديال تورينو، يعني عمري ما شفت بحال هاد الحوايج هادو. اللي شفتو انه كاين تعامل مزيان صراحه تقال، يعني ماشي اللي كاين شي واحد بصراحه هادي فين ما مشيت تما تقضي الاغراض ديالي، زعما ما كاين حتى شي مشكل، تتشد السيرفيس ديالي تقضي الاغراض ديالي، سواء تجديد ديال البطاقه ديال التعريف ولا الباسبور مثلا. يعني عمري ما شفت شي حوايج بحال هاد الشكل هذا، حتى لو كان كاع شي واحد يعني شي واحد ما مأدبش ولا شي واحد تيغوت، انا كاين الكوارديا تيخرجوا يعني بلا ضرب بلا حتى شي حاجه. عمري ما شفت شي موظف يعني مد يديه او تعدى على شي واحد ولا ضرب شي واحد، ولو يكون هذا الانسان كما قلت لكم هذا المواطن يكون هو كاع مثلا فوتيف، ومثلا يكون هو مثلا غير لابق وغير مؤدب وجاي باغي يديك عطوا لي ورقه وما بغيش يسد وما بغيش يشد مثلا السيرفيس، ما لحقش هادشي تنشوفوه بزاف. كاين بزاف ديال الناس مواطنين من المواطنين منا حنايا، يعني ما تحترموش يعني لا السيرفيس لا هاد المسائل لا والو، كي تيجي مدرم بحال داخل ما عرفت فين داخل. المهم هادشي راه كاين بصراحه، ولكن في ايطاليا انا تنهضر على القنصليه ديال تورينو، يعني عمري ما شفت شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. بالعكس شفت تنشوف الامور غاديه والحمد لله يعني تتحسن، يعني عام لعام امور غاديه واخا هكاك يعني تتحسن، لا في استقبالات لا في قضاء الحوائج ديال عباد الله، يعني هذه حقيقه وشهاده لله. ولكن الضرب ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا دابا في القنصليه ديال مرسيا باسبانيا، يعني هذا الشيء بصراحه يندى له الجبين، ما تشرفناش كمغاربه وما خاصش هذه المسائل تكون. وهذا المسؤول يعني اللي دار هذه المساله هذه خصو ينال العقاب ديالو. هذا ماشي اسلوب، هذا ماشي اسلوب يعني ديال التعامل. حنايا في بلاد الغربه وخصنا نمثلوا البلد ديالنا احسن تمثيل. المهم عشان نقول لكم اخوتي خليكم مع الفيديو هذا اللي غادي تشوفوه دابا. اينينا الخوشية؟ شهادة
علاش بيجي علينا بخير؟ وهذا هو السبب، وهذا هو السبب يا صاحبي. اسمعني اسمعني ريكوردا ريكوردا كايتو انت زمان خدمته ما عندوش حق يضربو يعيط لكواردي يا ميم السوس ضلي شو ضلي شو ضلي شو ضلي شو ضلي شو ضلي شو ضلي قبل ما نودعكم، اللي ما مشاركش معنا في القناه سيشترك معنا في القناه، واللي ما دارش لايك يدير لنا لايك، واللي بغى يدير ديزلايك يدير حتى هو ديزلايك، ما كاين حتى شي مشكل. ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.